طبعا نشوف احنا هذا القضيه هذه نظن باللي يعني كانت محل يعني جدل في الاونه الاخيره. هي ما فيهاش جدل، القانون واضح فيما يتعلق بمتابعه المنتخبين المحليين. كاين جانبين اللي تؤدي بالمنتخب المحلي الى التوقيف الى غايه البث في القضيه اللي يكون متابع فيها، وهي قضيه تبديد الاموال العموميه او قضايا تمس الشرف. وطبعا هذا الاجراء هذايا من حيث التنظيم يخضع الى الراي المسبق لمصالح وزاره الداخليه والجامعات المحليه والتهيئه العمرانيه. ونأكد لكم باللي هذا الاجراء محترم بحذافيره، وكل الحالات التي تطرح امامنا الا وتبلغ لمصالح الوزاره ونستدعي يعني الراي نتاعها، والاجراءات سوف تتخذ في اوانها وفي محلها. كونوا مطمئنين.